سلامك أيها القائل. هللويا هللويا هللويا. ننتصب بحكمة ونسمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. وروحك. فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر. مجد لك يا رب المجد لك. في مصري إن مولد يسوع المسيح كان هكذا. لما خطبت مريم أمه ليوسف وجدت من قبل أن يجتمعا حبلا من الروح القدوس. وإذ كان يوسف رجلها صديقا ولم يرد أن يشهرها هما بتخليتها سرا. وفيما هو متفكر في ذلك إذا بملاك الرب ظهر له في الحلم قائلا: يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ امرأتك مريم، فإن المولود فيها إنما هو من الروح القدس، وستلد ابنا فتسميه يسوع، فإنه هو يخلص شعبه من خطاياهم. وكان هذا كله ليتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: ها إن العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. فلما نهض يوسف من النوم صنع كما أمره ملاك الرب، فأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكرى، وسماه يسوع.